اوكي، والثانية عندي ايضا 0 0 0. الرادياس خمسة. زين، عندي هسه هاي الدائرتين اللي هي نفس المركز، الأولى نصف قطرها 10، الثانية 5. هذه إذا أسوي لها ريجن، طبعا ريجن يشتغل فقط على الشكل المغلق، يعني 2D المغلق. زين، أقدر أطبق عليها السابتراكت، يعني أختار الدائرة الكبيرة والصغيرة. زين، فيصير عندي بهذا الشكل. زين، فهنا طبعا اي شكل، يعني يكون من داخل اقدر انه اطبق عليه اللي يعني هي هاي بيسك سوليد اديت اللي يونين وصاب تراكت وانترسكت. احنا اللي يهمني الصاب تراكت، نرجع اندو. انا عندي دار الاولى والثانيه نفس المركز او يعني متداخلة. زين، فاروح على الريجن، اختار اسوي سيلكت اول، بعدين اروح على الساب تراكت، اختار الدائرة الاولى بعدين الثانية، فصارت عندي هذا الشكل. زين، هاي اذا اسوي لها بثق يعني بارتفاع، راح يكون انا عندي كأنما شنو اسطوانة يعني مثقوبة باسطوانة داخلية نصف قطرها 5. طبعا احنا هنا بهاي المواد ايضا يعني سبق يعني نسيت الحقيقة ان اذكر انه راح نبدي او نستطيع انه نرسم اشكال ما كنا نقدر نرسمها يعني بسهولة بالفصل الاول. زين، فهنا الاشكال راح تكون مختلفة عن اشكال الفصل الاول. ف طبعا ايضا اريد أو ايضا اوضح انه ما مسموح انه ترسمون يعني اشكال الفصل الاول هسه هنا بهذا الموضوع. زين، يعني مثلا هسه انا كسابق للمحاضرة، يعني هسه انا سويت اكسترود، هذه اكسترود، ما يصير انت ترسم لي اسطوانتين وتسوي سابتراكت، هاي غلط. ترسم لي المقاطع وتسوي لي ريجن سابتراكت وبعدين اكسترود. زين، فمادة الفصل الاول يعني بس قامت لدرو، بس العمليات لا، يعني مال 3D operation اللي هي السلايس والى اخره، يعني لا نحتاجه يعني هنا. زين، زين، هذا فيما يخص قامة لدرو. إذا أخذنا بقامة لدرو اللاين، يعني البولي لاين قلنا كلش مهم، إنه النقطة الأولى تقبل الزيت فقط وأقدر أرسم بيه اللاين والآرك. الآرك أقدر أرسمه أما بالإند بوينت أو بالراديوس حسب الشكل. البوليجون اذا كان عندك يعني الاوريجين في مركز الشكل، يعني يفضل تستخدم البوليجون، اسهل من الريكتانجل. والريكتانجل بنقطتين، الاولى ايضا تقبل الزيت. الهيليكس اللي هو السبرينج يعني يحتاج فقط نصف قطر السنتر، نصف قطر للبيس. وطبعا هنا أنا حسب الشكل، المفعل هو عندي عدد اللفات 3 واتجاه عكس عقرب الساعة. فهنا يعني اما انه انطيك مثلا مسافة ما بين لفة ولفة، او انطيك الارتفاع حسب الشكل. وايضا هذا نستفاد منه يعني عاز السويب ان شاء الله. الارك مثل ما وضحت لكم انه كلش مهم طبعا الارك. زين، اذا ايكونه 3 بوينتس، فهذا يعني يجوز انت بالعمل
متعلم عليه اوكي، بس بالنظري لا، اني استخدم الستارت اند راديوس، ودائما الارك يرسم عكس عقرب الساعه. زين، بس تحدد لي النقطتين، الاولى تقبل الزد، الثانيه ما تقبل. فاللي يكتب بالثانيه زد ترى راح اعتبره غلط. السيركل بسيطه يعني نصف قطر، عفوا سنتر نصف قطر، والاليبس كذلك، يعني نفس اللي اخذناه بالاسطوانه البيضاويه، يعني ذات المقطع البيضاوي. وبعدين اخذنا الريجين، هاي فيما يخص ال2D. زين، بالنسبه للموديفاي، الموديفاي مثلا انا عندي الميرر، هنا الميرر يختلف عن الميرر مال 3D، هنا كان مستوي، هنا الميرر يكون المرآة تكون بشكل خط مستقيم يعني هنا. يعني هسه اذا ارسم مثلا دائرة صفر صفر الراديوس 5، فاذا اريد اسوي لها ميرر هنا طبعا احتاج انه سيلكت للدائرة، بعدين انطي مثلا ميرر، نقول مثلا عندي 10 او خلينا نقول 15 بسالب 15 ات صفر مثلا ب30، يعني هو طول ايضا وهمي. وايضا نمسح الشكل الاصلي يعني السورس اي او لا، مفعل دائما لا. زين، فهذه هي يعني هنا هذا اتجاه، خلينا نرسم يعني هذا هو، خلينا نقول هذا هي المرآة اللي يكون بشكل خط مستقيم. بال 3D mirror لا، كان مستوي، نرسمه بثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة. زين، فهنا المرآة أيضا مطلوبة من عندكم، يعني أنه زين. عندي بالنسبة للأوفسيت، الأوفسيت أنطي أول شيء الديستانس، يعني مثلا خلينا نقول 3، بعدين شنو سوي سيلكت، وهنا تنقر يا اما بالداخل او بالخارج حسب الشكل يعني، ودوس انتر تطلع من الشكل. زين، فواضح الاوفسيت. زين، بالنسبه لنا بعدين الاري. زين، نجي نسال الاري. الاراي مثلا اذا كان انا عندي بولر مثلا، انطي خلينا نقول مثلا 25 بصفر، بعدين هنا شنو احتاج؟ احتاج الزاوية، انقل مثلا 90، لا شنو نرجع نرسم 0 0 0 radius 5، بعدين نروح على الاري. السنتر قلنا 25 بصفر، بعدين الزاوية الايتيمز زين، بعدين انتر. زين، هنا راح يكون عندي هاي الاري، هنا هذه المركز مالتها.
نجي هسه للترام. الترم مثلا شنو عندي؟ إذا كان عندي مثلا ريكتانجل صفر صفر مثلا 30 ب 15، وعندي دائرة صفر 7.5 ونصف القطر 7.5، هذه أريد أسوي لها تريم. فأروح على الإعاز، أختار الشكل أنتر، وبعدين أسوي تريم للقوس مال الدائرة وللخط. فهنا أنا حتى أطلع أدوس أنتر. فهنا أنا طبعا شنو يعني اتفقنا إنه الشكل التودي لازم يكون شنو مغلق ومتصل. فهسه هنا صار عندي شنو 3 أضلاع وهو قوس. فهنا لازم شنو أروح عليه جوين، أختار الأضلاع والقوس وأدوس إنتر، فيصير عندي شنو كل قطعة واحدة. أو أكو إعاز آخر طبعا ما موجود بالأيقونات، أنت تكتب هنا تكتب لي بي إديت كلمة واحدة، تختار اللاين، بعدين رايت كليك تختار جوين، تسوي سيلكت جوين ايش هيك، دقيقة نسوي اندو. هسه انا عندي قطع وقوس، فهنا اكتب بي اديت كلمة واحدة واختار القطع، بعدين رايت كليك جوين، اختار هي المستقيمات والقوس وادوس انتر مرتين، فراح يصير انا عندي قطعة واحدة. طبعا دائما يعني المقطع احنا هنا نفترض مقطع ومسار بهاي المادة، فالمقطع لازم يكون متصل وكذلك المسار زين، والمقطع لابد ان يكون مغلق. يعني اخذنا هسه الترم شنو بعد عندنا بالنسبة للشنفر والفلت. اذا نرجع على نفس الشكل هذا، نروح على الشنفر، فهنا أنا طبعا راح انطي الديستنس دي، هنا مثلا انطي خلينا نقول 3 بـ3، فاحدد مثلا هذا، اذا نكبر الشكل احدد هذا، هنا راح اختار هذا اللاين وهذا، فصار عندي شنفر. بالنسبة للفلت هنا ادخل اول شيء الرادياس الار مثلا 5، واختار هذا اللاين وهذا، فصار عندي فلت. هذا بالنسبة للمادة اللي يعني مطلوبة من عندكم زين. هسه مثلا اذا نريد نرسم قوس بغير مستوي، يعني فمثلا نروح على اليو سي اس مثلا للاكس 90، وحتى تلاحظون هاي هي الشبكة، اريد ارسم قوس، فاروح على القوس وينه، هذا اريد انه يكون مثلا يعني بهالشكل، فانطي 0 بالاكس 0 بالواي، واللوخ انطي عندي مثلا 20 بالاكس و20 بالواي.
والراديوس لا نرجع نرجع سوي اندو. اريده يكون بشكل محدب مو مقعر، فنروح على الارك. عندي 20 بالاكس 20 بالواي بعدين صفر صفر، وعندي نصف القطر 15. زين هذا عندي القوس، بعدين ارجع وورد. فهسه اذا فر الشكل شنو راح تلاحظون؟ راح تلاحظون انه هذا القوس، هذا القوس راح يكون عمودي على هذا المستوي اللي هو اكس واي. زين هذا القوس عمودي على هذا المستوي اللي هو اكس واي. هاي فيما يخص مادة يعني الادفانس 3 دي كوماندز، انه نعتمد على اليو سي اس. طبعا هنا انا سويت يو سي اس للاكس 90 رسمت وبعدين ارجع وورد، هاي لازم تنتبهوا لها دائما، اسوي يو سي اس وارجع وورد. زين فاعتمدنا هسه على اليو سي اس وعلى التو دي، بعدين نطبق لإعاز تطبيق مباشر. طبعا هنا مثلا اذا ارسم يعني مثلا مسار اقدر مثلا دائره ارسمها، فهسه هنا أنا اقدر ابثق هاي الدائره على هذا المسار. ثاني ما راح ادخل بهاي يعني الماده يعني البثق، بس القصد انه سوينا يو سي اس، رسمنا مسار، بعدين رسمنا مقطع، بعدين راح تشوفون انه المحاضره القادمه ان شاء الله انه هذه الاعازات الاربعه اللي اخذناها من قائمه الدرو موديلنج راح يكون لها تطبيق مباشر. زين بالاعتماد على اليو سي اس والتو دي. فاذا عندكم فد سؤال او استفسار يعني على هالاعاده للتو دي ولل لليو سي اس. خلينا نوقف ايضا التسجيل.